بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا اخواني واخوات؟ اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب على الدوام. 5 جنيه دي طبعا في جيب كل واحد، يكاد يعني ممكن، لا هي شحة برضو، يعني مش هتلاقيها مع الكل طبعا. اللي بعدها هي اللي هتلاقيها موجودة، اللي هي منتشرة ديت، يعني الاحتفاظ بيبقى احسن، لان بتعوز من ارقام معينه وبتاع، والارقام اصلا في كل العملات يا جماعه هي اللي بتعمل فلوس. تمام، هنشوف بس الاصدار بتاع ال5 جنيه دي الجميل ده. تمام، انت شفت العلامه اللي فوق والعلامه اللي تحت دي بتاع الخمسه، اللي هي اللي حوالين الشمس، اللي هي حوالين الخمسه دي، الخطوط اللي حوالين الخمسه والخطوط البنيه اللي حوالين الخمسه اللي تحت. طبعا الجديده مش موجود منها الا خمسه بس تحت، هي اللي معموله، واللي فوق ما فيش فيها ايه الخمسه اللي هي مظلله دي. طبعا الاصدار ده اللي هو الثاني عشر ال 12 صدرت بتاريخ كام؟ صدرت بتاريخ 3/4/2002. 2002 يا جماعة. تشتري بخمسة جنيه الحديثة الجديدة يعني. وقع عليها مين؟ دي وقع عليها يا جماعة محمود أبو العيون وفاروق العقد. محمود أبو العيون وفاروق العقد، زي ما انتم شايفين قدامكم كده، العملات قدامكم كتير اهي، فاروق العقد ومحمود أبو العيون. طيب، محمود ابو العيون من كاف 70 الى كاف 85، وفاروق العقدة من كاف 85 الى كاف 274. طيب لو كانت بارقام بقى عادية، يعني زي الارقام العادية اللي انتوا بتشوفوها ديت وكلام من ده وحاجات من دي، يعني تعمل ايه؟ ما تعملش شيء خالص يا جماعة. ارقام عادية يا جماعة ما تعملش حاجة خالص، عشان نبقى واضحين بس. يعني اي رقم عادي ما يعملش حاجة زي اللي انت شايفه قدامك ده، ولا يسوى حاجة خالص، عشان ما حدش يتكلم كتير. رقم زي ده شوف عامل ازاي، 607. اظن من غير كلام انت اصلا حتى هتلمس ان هو يعمل فلوس. ليه؟ لان هو كده كده لازم يعمل ده، يعمل فلوس. ده ابسط شيء يعمله 300 جنيه، 200 جنيه، 400 جنيه، 500 جنيه كمان، ويعمل اكتر من كده كمان لو هو بياخده. تمام، حتى لو بعته في السوق هيقول لك مثلا 100 جنيه. ما هو الاسواق دايما بتموت، عشان تبقى انت عارف، ما حدش يروح اسواق ولا يروح يعمل الاسواق. واصلا ما حدش دلوقتي بيشتري عملات، وما حدش دلوقتي الناس لا ياكل وتشرب عشان نقعد ندور على عملات ونشتريها، ما ينفعش يعني. شفت الارقام دي في الخمسة جنيه اللي هي الجديده اللي هي معانا، مش اللي انا بقول لك عليها كمان. شفت الرقم عامل ازاي؟ وحايد اتنينات تلاتات اربعات خمسات ستات سبعات تمانيات تسعات، لحد التسعات اهو، زي ما احنا بنقول من واحد لتسعات اهي. دي تسوى الواحده فيهم، تسوى مش هقول يعني، تسوى 600 700 و1000 و1000 وشويه كمان. ها بي اي اي تسوى. ما انت قليل لما تلاقي رقم زي دي، صح؟ انت بتجيب لي حتى 5 ارقام، يعني ايه؟ تلاقي تبص زي اللي ورا دي كده، كام؟ 8 خمس تمانيات 01، ما باظت، ما هي باظت. ما هي لو كلها تمانيات تبقى تسوى، قلنا ايه الفلوس اللي احنا بنقول عليها 1500 جنيه و1000 جنيه. ال01 بوظها من الاخر. ايوه، تعمل بقى 100 جنيه تبقى حلوه كمان، بس انما غير كده ما فيش يا جماعه. فيها فاروق العود اهو، الرقم يا جماعه اللي بيبقى فوق البرواز بيبقى تلاقي فيها الرقم ده، اللي هو الكاف دهوت، ال 20 77 6 7 3، بتلاقيه فوق البرواز، بتلاقيه فوق البرواز فوق خالص. ده يعمل فلوس، ده ممكن يوصل 500 جنيه، ممكن يوصل اكتر كمان من كده بكتير. العملات دي جميله. فطبعا عرفتوا انتوا كده الخمسة جنيه دي بتعمل ايه، اللي وقع عليها محمود ابو العيون وفاروق العوده دي يا جماعه. يعني لو رقم عادي يفضل الاحتفاظ بها، لان مش هتساوي يعني، هي اي العمله قديمه وما عادش متواجد منها، يعني ممكن مثلا اذا بعتها ب 10 ب 15 جنيه، مش مستاهله. 0001 لحد 0010 دي ممكن تعمل من 60 70 جنيه لحد 300 400 جنيه. اما لو حايد لحد تسعات ديت يا جماعه، ممكن تعمل مثلا، هنقول مثلا من 300 جنيه 400 جنيه لحد ما توصل 1200 و1500 جنيه كمان، اللي هي الوحايد لحد تسعات. طبعا السوق بقى خاضع، والعمله خاضعه مثلا ان هي تزيد تقل 10 20%. تمام، عشان نبقى عارفين، ودايما تمسك الان، يعني لما اقول لك مثلا 300 400 ماشي، توصل لحد مثلا 800، خد بقى كده، ما تاخدش بقى ايه انا بقول بتوصل مثلا 1200 1500 هوب 1500، لا لا لا، العمله مش كده ابدا. تمام.